بكل تأكيد الأحداث في غزة بتفرض نفسها على أغلب الصحف العربية والدولية، بيكون في متابعة دقيقة لكل الأحداث وأعمال القصف الوحشي والمستمر من قبل قوات الاحتلال على أهالينا في قطاع غزة. خلينا نتابع الصحف العربية تناول تطورات الوضع إزاي مع الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر. أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك. أهلا بيك، صباح الخير وبمشاهديك. أهلا وسهلا. خلينا نبتدي مع الإمارات اليوم، وتقرير بيتكلم عن رؤية المحللين أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن الثابت للقادة الإسرائيليين حتى مع تصاعد عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين بيحقق أو بيهدد بإلحاق ضرر دائم بمكانة واشنطن في المنطقة وخارجها. يعني دعيني أشير إلى أن الموقف الأمريكي الذي يقوده الرئيس بايدن عكس خللا كبيرا في المنظومة السياسية التي تحكم رؤية هذا الرجل تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وتجاه الفلسطينيين بالذات. فالرجل لا يميز بين العدوان وبين القتل في هذا الطرف أو ذاك، يساوي بين الجلاد والضحية. ورأينا اليوم أسوأ، يعني قبل ساعات، قبل يعني ربما قبل دقائق، أسوأ انعكاس لهذا التصور أنه يوافق على الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق الصهيونية فيما يتعلق بأسباب ومبررات اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء صباح اليوم، باعتبار أن هذا المستشفى يمثل قاعدة للقيادة العسكرية لحماس وتتخذه كدرع في عملياتها. ومن ثم هذا يعكس أن الرجل لا يميز بين أصحاب الحق، لا يميز بين المعتدي ولا يميز بين المعتدى عليه، لا يميز بين الضحية والجلاد. هذا هو الموقف الأمريكي منذ البداية والذي تجلى منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. تجلى في أستاذ العزب، تفضل. صوت حضرتك مش واضح، تفضل يا فندم. يدعم بالكامل الكيان الصهيوني عسكريا وسياسيا واقتصاديا واعلاميا، بل راينا حاملتي طائرات امريكيتين في مياه البحر المتوسط بالقرب من حدود الكيان، راينا تدفق اسلحه وذخائر، بل الاسلحه والذخائر المستخدمه الان في غزه من قبل جيش الاحتلال هي اسلحه امريكيه قادمة للتو من المصانع الأمريكية. وبالتالي نحن أمام عملية بالغة، موقف بالغ السوء، منحاز هو الانحياز منذ نشأة هذا الكيان، لكن الانحياز في هذه المعركة أثبت أن أمريكا تمثل بالفعل عدو للفلسطينيين بل عدو للعرب. عظيم. طيب، من الإمارات اليوم هنروح للأردن، وجريدة الدستور الأردنية على لسان نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي أكد أن إسرائيل جعلت من المدنيين أهدافا، وأكدت رفض فكرة وجود قوة حفظ سلام عربية في غزة. لو حضرتك تكلمنا عن هذا الطرح. بالتأكيد يعني رأينا على مدى يعني أكثر من يعني نقترب الآن من 40 يوما تقريبا في منذ العدوان الصهيوني على غزة، هي تقتل المدنيين وبدم بارد، تستخدم كل أنواع الأسلحة، طائرات، مسيرات، مدافع، دبابات، كما رأينا في التوغل الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين، توغل بري واقتحم المناطق والشوارع والأحياء المدنية ودمرت وقتلت مع المدينة، وصل أعدادهم إلى ما يقترب من 12 ألف شهيد حتى الآن، ويقترب أيضا من 30 ألف مصاب حتى الآن، وألاف المفقودين فضلا عن المشردين والنازحين إلى الجنوب. كل ذلك يعكس أن الكيان الصهيوني تعامل يريد أن ينتقم من المدنيين باعتبارهم يمثلون الغطاء السياسي والحاضنة الشعبية لحركة حماس. تدمير غزة بكل معنى هذه الكلمة يشكل بعدا خطيرا في العدوان الإسرائيلي، لأنه بذلك يؤدي إلى أن يفقد الشعب في صيف غزة كل مقومات الحياة. رأينا الآن لا وقود، لا كهرباء، لا طاقة، لا غذاء، وما يرسل من مساعدات عبر معبر رفح من قبل الأطراف الدولية للأسف ما زال محدودا مقارنة بحجم الاحتياجات. فيما يتعلق بقوة سلام عربية في غزة، هذه فكرة غير منطقية وغير معقولة، لأنهم يريدون أن يلقوا بالعب الدول العربية وبالذات مصر، وهو أمر كما قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني
من الصفدي أن هذا غير مقبول ولن يكون عمليا ولن تقبل به الدول العربية. رأينا مواقف مصر رافضة لكل توجهات الكيان الصهيوني وآخرها قبل ساعات أيضا أنهم يفكرون في أن تقوم مصر بذات قطاع غزة بعدما يزعمون أنه انتصار في القطاع، وهو لن يحدث، لن يكون هناك انتصار صهيوني في القطاع. سيظل الشعب الفلسطيني صامدا في أرضه، وستظل غزة باقية بكل مقومات الحياة جزءا من فلسطين، وهو الموقف الذي أكدته القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. طيب من الغد يعني جريدة الغد الأردنية تفنيد للإدعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق أسفل مستشفيات الشفاء والرنتيسي، كلمنا عن ما طرحته الجريدة وبينفي الإدعاءات دي. هذه المبررات يستخدمها جيش الاحتلال في محاصرته للمستشفيات الفلسطينية يعني خلال الأسبوع الماضي. هذه المستشفيات تحولت للأسف إلى ساحة حرب تحت زعم أن تحتها أنفاق ومقرات للقيادات العسكرية ومراكز الدعم اللوجستي لحركة حماس. ورغم النفي الكامل من حركة حماس ومن مسؤولي هذه المستشفيات، ما زال الكيان الصهيوني يصر على ذلك، على هذه الحجج الواهية والمبررات التي تؤكد فشله، أنه الآن يلجأ إلى 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 تحويل حربه بدلا من المواجهة مع المقاتلين من رجال المقاومة إلى المستشفيات ذاتها. اليوم دخل كما رأينا الجيش الاحتلال دخل مستشفى الشفاء واقتحم مناطق الطوارئ والعيادات الخارجية، وأمر المرضى واللاجئين بصورة صارخة بالخروج من بوابة جنوبية، ثم أعلن أنه حاول أن يتصل بمدير المستشفى ليأتي إليه ليحقق معه، لكن المدير رفض وقال لنا تعاون معكم، اقتلوني أو اعتقلوني. ومن ثم هذا موقف بطولي من هذا المدير. الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال وقيادته السياسية لديه من الهشاشة السياسية والتصورات الوهمية أن يعني هذا يذكرني بموقف الأمريكي عندما قالوا أن العراق ده أسلحة دمار شامل. صحيح. ومن ثم شنوا عليه الغزو في 2003، والآن هم يقولون أن حماس تستغل المستشفيات وبالذات مستشفى مجمع الشفاء الطبي، ومن ثم هم وتؤيدهم في ذلك أمريكا، من ثم هم سيلاقون الفشل، لن يجدوا أنفاقا ولن يجدوا إلا الجرحى والمرضى. هناك 9000 مريض ونازح ومكون طبي داخل مجمع الشفاء. هؤلاء مسؤوليتهم التي يتحملها جيش الاحتلال، ولكنهم هم لا يقيمون وزنا للمدنيين ولا للجرحى ولا للمرضى. شنوا خلال الايام الماضيه ضربات جويه وحصار بالدبابات والان يشنون المعركه داخل المستشفيات بالذات داخل المجمع الطبي. صحيح. طيب من الكويت وجريده الانباء الكويتيه اتكلمت عن دعوه جوتيريش الامين العام للامم المتحده باسم الانسانيه الى وقف فوري لاطلاق النار في غزه، لو حضرتك تكلمنا عن هذه التصريحات وموقف جوتيريش بشكل عام منذ بدايه الازمه. يعني في الحقيقة جوتيريش موقفه أقول أنه طيب، يعني موقف إيجابي، لأنه رافض لفكرة العدوان ومطالب بسرعة وقف هذا العدوان منذ اليوم الأول. صحيح أنه يعني اتفق مع الموقف الغربي في البداية أنه يعني أدان هجوم أو عملية إطلاق الأقصى، لكن الذين يدينون إطلاق الأقصى أو عملية الهجوم على غلاف غزة بقواعده ومستوطناته هم ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها دولة، ولكن النظرة الحقيقية لإسرائيل هي مشروع استعماري، والما جرى هو مقاومة من قبل شعب يقاتل الدولة الاستعمارية، أي يقاتل المشروع الاستعماري الاحتلالي. ومن ثم لكن نحن ننظر إلى الجانب الإيجابي في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، والذي وصل إلى حد أن لم تعجب هذه التصريحات الكيان الصهيوني، بل شنوا عليه حملة خلال الفترة الأولى وطالبوا باستقالته عندما لم يتبنى الرواية الصهيونية فيما يتعلق بأهداف هذه الحرب وإصرار جيش الاحتلال على شن هذه الحرب التي وصفت من قبل الكثيرين بأنها حرب إبادة بل وجرائم حرب وفقا لتوصيف القانون الدولي الإنساني.
خلينا ناخد زاوية مختلفة من جريدة القبس. نجل السفير السويسري في الكويت دعم غزة بسبع لوحات من رسوماته. لو حضرتك تكلمنا عن المعرض اللي اتنشرت أو نشرت عنه الجريدة وتفاعل الأطفال مع كل الجنسيات مع القضية. يعني هذا يؤشر أن ما زالت لدى الغرب ولدى شعوبه بالذات ولا أقصد الحكومات، الحكومات للأسف معظمها انحازة للكيان الصهيوني يعني إعلاما وسياسة وحتى في الدعم العسكري، لكن هناك في الجانب في لدى الشعوب ولدى الرأي العام رأينا المظاهرات التي اندلعت في معظم دول الغرب في لندن وحتى في أمريكا بل ووسط المظاهرات اللي بيت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن ثم هناك مواقف إنسانية يعني إيجابية من شعب غزة ومن هذا شعب غزة، وهذا المعرض يشكل أحد تجليات هذا الموقف الإيجابي، ومن ثم علينا أن ندعمه، وعلينا العرب رأي عام ودبلوماسية ومراكز بحوث وإعلام أن نتحرك باتجاه هذه الشعوب لأنها قد تمثل في مرحلة من المراحل ضغطا على حكوماتها لتوقف هذا العمل المطلق للكيان الصهيوني الذي أعطاه الضوء الأخضر للاستمرار في حربه الآن تقترب من 40 يوما ضد شعب ضد 2.5 مليون فلسطيني أغلبهم يعني كلهم مدنيون ما عدا المقاتلين الذين يشنون حربهم ضد الاحتلال ويتصدون بكفاءة لدبابات الاحتلال وعناصره عندما اقتحموا في توغلهم البري قطاع غزة، وبالتالي أمام معادلة إنسانية تبرز على استحياء دول الغرب نتمنى أن يتسع مداها حتى تشكل كما أتصور في مرحلة من المراحل ضغطا على حكوماتها بإذن الله. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ العزب الطيب الطاهر على هذه القراءة الوافية في فقرتنا اليومية اللي بنحلل فيها المقالات والصحافة بشكل عام سواء كانت العربية أو الأجنبية.